السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه حلقة جديدة من النطق الصحيح للقرآن الكريم والصفحة رقم 94 سورة النساء الجزء الخامس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. جيم، جواز الوقف على وأنفسهم. لا ألف ساكنة قبلها لام مفتوح، ما الطبيعي؟ لا مع إيش؟ مع الابتعاد أو الفكين أبعد بينهما، ولا أنه أقول لا يستوي هكذا. أنت أملت الألف، قللت الألف، ابتسمت بالشفاء وسحبت اللسان إلى الخلف وجعلت اللسان منبسطا. لا تقراها بهذه الطريقة، لا 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 يشوف السين الساكنة تتجلى الصفات، يعني تتجلى يعني تكون واضحة الصفات للحروف في الحروف الساكنة. السين صفير، السين جريان للنفس مهموس، جريان للصوت رخاوة. يستوي هكذا بهذه الطريقة، اكسر الواو. يستوي، شوف إذا أنا وقفت عليها راح يتحقق عندي الحكم اللي هو يا ساكنة قبلها واو مكسور، راح تكون عندي ما الطبيعي، لكنه أنا سأحذف هذه الياء وراح تكون عندي أنا منع الالتقاء الساكنين، وراح تكون عندي كأنه واو مكسورة فقط. يستوي ويل، ولازم تكون الواو مكسورة بين واضحة. لا يستوي القا، اللام من القاعدون راح تكون قمرية لأن جاء بعدها حرف متحرك، القاف مفتوحة، لأنه لو كان بعدها حرف مشدد رأسا شمسية. إذا أنا ما كنت أعرف ولا حافظ الحروف، ابغي حجك وخف عقيمه. ولما تكون اللام قمرية مثلا القاعدون المؤمنين، شوف كلمة المجاهدون هذه كلها لامات قمرية، ابغي حجك وخف عقيمه، جاء بعدها هذه الحروف. وكلمة الضرري هذه اللام الشمسية اللي جاء بعدها حرف مشدد، فهذه أنت عرفتها بعد صارت عندك واضحة. زين، القاف راح تكون مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف، تفخم الألف بعدها تبعا للقاف، الألف ساكنة بعدها، ما الطبيعي حركتين. لا أكور الشفاء أقول القو القو، خطأ، انظر إلى المرآة دائما، خلي المرآة أمامك وانظر إليها. القو خطأ، القو القاعدون بهذه الطريقة، أرفع أقصى اللسان وأنا ما أكور الشفاه، أضم الشفاه لأن هي مفتوحة أصلا تصفى عندي، ولازم أجيب التفخيم مرتبة أولى. عيدون كسرة العين، عندك واو ساكنة قبل هذا المضموم، ما الطبيعي حركتين. مينا كسرة الميم، احرصوا على عدم اختلاس الكسرات. المؤمنين هذه كما قلت اللام قمرية بعدها ميم متحرك، لكنه عندك همزة ساكنة في وسط الكلمة. الهمزة الساكنة لما تكون عندي تأتيني في كلمة، أنا راح أفكك الكلمة، راح أجعلها مقطعين، المقطع الأول ينتهي بالهمزة، المقطع الثاني يبدأ بأول حرف بعد الهمزة، يعني مينين والأولى ولا تسحب ضمة الميم إلى الهمزة تقول هذا من الأخطاء الشائعة فننتبه. المؤمنين، لأنه أنت إذا ما سويت بهذه الطريقة وقفلت الأوتار الصوتية راح أنت تقلقل الهمزة، تقول المؤمنين وهذا خطأ، أو المؤمنين عدة همزات هذا أيضا خطأ، فلازم أنت تقفلها تماما. المؤمنين المؤمنين، عندك يا ساكنة قبلها نون مكسور، راح يكون عندي ما الطبيعي منين، شوف غير، البعض يقول غير، طيب الياء ياء لين ساكنة قبلها مفتوح فلماذا تنبرها، والغين مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية غ، ولا تقول غ، لا تكور الشفاه كما قلت في قاف القاعدون، ولا تجعلها كأنها خاء، انتبه الغين يجري فيها الصوت لا يجري فيها النفس، لأنها
مشتركة في نفس المخرج مع الخاء في أدنى الحلق، والخاء يجري فيها صوت والنفس، فتقول خير غير، لا غ غ غير غ غير، والياء ياء لين، والراء مفخمة لأنها مضمومة غير، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، فلازم أنت تجيب الضم. أولي، شوف أو مثل كلمة أولئك، هذه الواو فوقها الصفر المستدير تكتب ولا تلفظ، يعني كأنه عندك أنت همزة مضمومة بعدها لام. إذا أنا وقفت للاختبار راح أقول أولي، يعني أنا أجيب المد الطبيعي ياء ساكنة قبلها لام مكسور، لكنه بالوصل راح نحذف الياء منع الالتقاء الساكنين، وستكون كأنها لام مكسورة فقط. أولين، شوف من اللام المكسورة إلى ضاد الضرري، ليش؟ لأنه اللام الشمسية وهمزة وصل. أولين أولين، لازم تسمع لي صوت الضاد الأولى، لا تنسوا الضاد رخاوة واستطالة، ولازم نسمعها ضاد مشددة بالفتح تكون مفخمة مرتبة ثانية. أولي الض، ما تقول أولي الض، أولي الض، أولي الض، أين الضاد الساكنة؟ لازم تسمع صوت الضاد الأولى، والضاد يكون الاتكاء من إحدى حافتي اللسان أو من الحافتين مع ما يحاذيها من الأضراس العليا، وليس الاتكاء في مقدمة اللسان، ملامسة في مقدمة اللسان، أو لا تجعلها كالظاء، أولي الظاء، أولي الضرري، هكذا يقرأها البعض وهذا خطأ، أو يجعلها دالا مفخمة، أولي الضاء ضرري وهذا خطأ، أوليم ضرري، والراء الأولى مفخمة لأنها مفتوحة، والراء الثانية مرققة لأنها مكسورة. والمجاهدون، شوف لازم أعطي البينية في اللام القمرية، والمجاهدون بس أتم الحركات وأعطيها حقها، وعندك ألف ساكن قبلها جيم مفتوحة، والمجاهدو، شوف واو ساكنة قبلها دالة مضمومة، مدود طبيعية لازم أنا أجيبها وأعطيها حقها حركتين حركتين. والمجاهدون في، شوف في سبيلي، هذه يا ساكنة قبلها فاء مكسور ما الطبيعي حركتين، سبيلي يا ساكنة قبلها باء مكسور ما الطبيعي حركتين، لام مكسورة قبل اسم الجلال الله، ترقق اللام من اسم الجلال الله، في سبيل الله وليس في سبيل الله، لا يستوي، شوف من لما قلتها في البداية لكلمتي لا، إذن لازم أنا ما أميل الألف، لا، الله جل جلاله الاسم لما تقرأ هنا وإن كان قبله مكسور أو يا فيه عظمة، ما تقول لي في سبيل الله، لا نسمع الصح، في سبيل الله بأموالهم، شفتم؟ تحس بعظمة حتى وإن كانت اللام مرققة في اسم الجلال الله. بأم وبي، شوف دائما أقول لك الحروف الإنجليزية أي بي سي بي 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 بي، هذا جيبوا على وين الباء المكسورة، بي بي، حتى لا تقول بأم بي بي بي، لا بي بأموالهم، هذه الميم الساكنة البعض يقلقلها يقول بأموالهم، طيب هذه الميم ليست من حروف قطب وجدل قلقلة، هي من حروف البينية لنعمر، فلازم تعطيها جريان للصوت فترة زمنية بسيطة، بأموالهم بهذه الطريقة نتخلص من القلقلة. ألف ساكن قبلها واو مفتوح ما الطبيعي حركتين، ليهم كسرة اللام والهاء ميم مظهرة خاصة جاء بعدها واو، لماذا قلت خاصة؟ لأن الإمام ابن الجزر يقول واحذر لدى واو وفان تختفي، فتقول بأموالهم وأم بأموالهم، وشوف هكذا أنا جبت فقط المخرج الشفوي للميم وما لحقت أجيب المخرج الخيشومي اللي هو الغنة، فلا بد لي أن أعطيها مجال وأجيب المخرج الشفوي والخيشومي بأموالهم، و اسمع الميم، أرجوكم أنتم عم تقطعوا صوت الميم في برنامج تصحيح التلاوة فركزوا على هذا. وأنف، نون أو نون ساكن أو تنوين جاء بعدها فاء دائما أنت الثنايا العليا إلى باطن الشفة السفلى ومن غير إطباق، انظر إلى المرآة إذا طبقت تخنق الغنة صارت كأنه ميم، وأم وأم خطأ، وأنف أنف أنف، دائما قول أنف 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 أنف،
أنطي مجال. وأنفسهم، مجال خروج الهواء، لا تطبق الشفاه. وأنفسهم، فو فوسهم، وتم الحركات الضم مكسورة السين الهاء، والميم مظهرة لما أقف عليها، وفي الوصل مظهرة لأنها جاء بعدها ف فالضالة، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. وأنفسهم ف، شوف، وأنفسهم فضل الله. بهذه الطريقة ربط لك إياه حتى أنت تجيب الميم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. جيم، جواز الوقف على كلمة درجة. ف مرقق، الضاد مفخم، اللام مرقق، اسم الجلال الله اللام فيه مفخم لأنه مسبوق بفتح، لام مفتوحة. وأنت كيف راح تخلص هذه الفاء وهذه اللام ووقعت بين مفخمات؟ فلازم أنت تدير بالك. ف لا ف لا، حتى لا تقول فضل، خطأ. ف فم، شوف، أعطيني الضاد الساكنة، الضاد المشددة وهي مفخمة مرتبة ثانية، لازم تعطيني الرخاء والاستطالة. فم ضو فم ضال، شوف، فم ضو لا فم ضال الله. خلصنا المرقق من أن يفخم، وهذه تحتاج منك إلى تدريب وهدوء. لا تستعجل التعليم أحبتي في الله، ركز واستمتع. وكلما تعيد حرفا من كتاب الله عز وجل وأنت تتعلم، اعلم بأنه صار في رصيدك 10 حسنات بحرف، الحرف الواحد حسنة، والحسنة بعشر أمثالها من فضل الله علينا في دين الإسلام العظيم. فأنت كل ما تعيد أنت يزداد رصيدك من الحسنات، فأنت لا ضوج أبدا. ويجي الحرف اليوم ما جاء بكرة يجي، إذا بكرة ما جاء بعد راح يجي بإذن الله عز وجل، مثل ما كنا إحنا بالبداية ما نقدر نجيبه ولا نقدر نقرأ. فلا تستعجل ولا تيأس، وراح يجي معاك الحرف بإذن الله عز وجل. فضل الله، ولا أقول الله، إياك أن تكور الشفاه وأنت تنطق اسم الجلال الله. اللام مفتوحة مشددة بفتح راح تكون موجودة أمامك، لماذا تقول الله هكذا؟ طبعا هنالك كثير من القراء، وخاصة اليوم كثر عندنا التيك توك واليوتيوب، شوف قراء، طلع القارئ الفلاني القارئ الفلاني، لما تجد وتشوف القراءة مالته ما أنزل الله بها من سلطان. فانتبهوا أرجوكم، هذه لازم تركزوا عليها. الله الله، وليس الله، تمام. الحس، عفوا أنا رحت على الآية اللي بعدها. الله المجاهدين، المجاهدين طبعا كانت عندنا في البداية المجاهدون، وعندنا القاعدين، وكانت أيضا في البداية القاعدون، هذه بالياء. واللي همنا هنا الآن اللي هي اللام، اللام قمرية في المجاهدون والقاعدين. ليش؟ لأن جاء بعدها حروف متحركة فقط، ميم مضمومة وقاف مفتوحة. وكما قلت أنه لو كان بعدها حرف مشدد لكانت شمسية لا، مثل كلمة الضرري. وبهذه الطريقة عرفنا فيها أبغي حجك وخف عقيمه. ولما تكون اللام قمرية يجب أنه أنا أجيب البينية، يعني لازم يجري فيها صوت وفترة زمنية بسيطة. المجاهدين بهذه الطريقة، وتم الحركات، ألف ساكن قبلها جيم مفتوح ما الطبيعي حركتين، يا ساكن قبلها دال مكسور ما الطبيعي حركتين، بكسرة الباء، هذه مهمة جدا. مثل ما مرت معنا في نفس السطر، لو تلاحظوا القرآن نفس السطر، في سبيل الله بأموالهم، بأموالهم كسرة الباء، بي بي وليس بي بي لا بي بأم، شوف الميم هذه راح يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لعمر، يعني لام ونون وعين وميم وراء، هذه أحرف البينية. فممكن أنه تقول بأموالهم، هذه قلقلة وهذا خطأ، ليست من حروف القلقلة. ألف ساكن قبله واو مفتوح ما الطبيعي حركتين، كسر اللام والهاء، ليه ليهم، ميم مظهرة جاء بعدها واو، أنفسهم بأموالهم، وشوف لازم تسمع للميم، جيب المخرجين الشفوي والخيشومي، وأنف أنف
نون فاء، إذا ثنايا عليا باطن الشفا من غير إطباق للشفاء، فرجة في الشفاء حتى لا تخنق الغنة ولا تجعلها كأنه ميم. وأنفسهم كسرة السين والهاء والميم مظهرة، وأنفسهم على هكذا على، هذه على ما الطبيعي، لكنه سوف نحذف هذه الألف لمنع الالتقاء الساكنين، فراح يصير عندي أنا على اللام على مع لام القاعدين القمرية، فيصير على اللام مفتوحة لام ساكنة، فانتبهوا على القا ولا تطولها على لا، ليست اللام رخوة، لا تطل جريان الصوت فيها، هي بينية. على القاعدين درجة، القاء وليس القو كما ذكرت في بداية الصفحة، القاعدون القو، لا القاعدون القاعدين، لا تكبر الشفاه، أهم شيء أنه ترفع أقصى اللسان وتجيب تفخيم مرتبة أولى، لأن مفتوحة بعدها ألف، الألف بعدها تفخم تبعا للقاف، الألف بعدها ساكنة، إذا ما الطبيعي حركتين، الياء ساكنة قبلها دال مكسور، ما الطبيعي حركتين، فننتبه. القاعدين عيدين كسر، لا تختلس الكسرة، درجة، ممكن الواحد يقول درجة دا ليفخم الدال لمجاورتها للراء، والراء مفخمة لأنها مفتوحة وهذا خطأ، الراء هي فقط المفخمة في كلمة درجة وليس درجة، لا درجة درجة، وشوف كيف أنا اهتزاز الأوتار الصوتية في منطقة أقصى الحلق، لأن التاء المربوطة سنقف عليها بها، فيجري فيها الصوت والنفس، فلازم نسمع الهزة، هزة الهاء درجة بهذه الطريقة. طبعا إذا استمريت راح يكون عندي تنوين فتح جاء بعدها واو وكلا، واو وكلا، إذا إدغام بغنة ومع ضم الشفاه، درجة وكلا هكذا بهذه الطريقة. وكلا وعد الله الحسنى، وكلا شوف اللام مشددة، دائما أحكي لكم في هذه الدروس والحلقات اللام المشددة لا تطيل جريان الصوت فيها لكي لا تصير رخوة، اللام ليست من صفاتها الرخاوة بل البينية، تقول خطأ وكلا هذا خطأ طولت، إذن الصح وكلا وتنوين جاء بعدها واو وعد، إذن إدغام بغنة مع ضم الشفاء، وكلا لازم تجيب الغنة حتى لا تصير واو صافية، وكلا هذه واو صافية لازم تجيب غنة، وكلا وعد وعد، وتم الحركات، دال مفتوحة قبل اسم الجلال الله، تكون مفخمة اللام من اسم الجلال الله من غير أن أفخم الدال، وعد لا وعد دالله دالله الله، ركزوا دائما على نطق اسم الجلال الله باللام المفخمة لا تكور الشفاه، الله الخطأ الله خطأ، فانتبهوا، هو مرققة نضم الشفاه، الحسنى شوف اللام قمرية ليش؟ لأن جاء بعدها حرف متحرك، الحاء مضمومة، وابغي حجك شوف الحروف القمرية، حجك الحسنى تسحب ضم، وطبعا اللام القمرية يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة، الحاء مضمومة السين ساكنة، لا تقول الحس الحس، نطقت السين سحبت ضمة الحاء وما خلصت الحركات، فلا بد أن تخلص الحركات، الحسنى بهذه الطريقة أنا خلصت الحركات وما سحبت ضمة الحاء إلى السين، والسين ساكنة صفير، من أحرف الصفير، أحرف الصفير ثلاثة، الصاد أقواها السين ثم الزاي، ويجري فيها الصوت والنفس، الحسنى أقف بما الطبيعي حركتين لأنه ألف ساكن قبلها نون مفتوح. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما،
وفضل مرت معنا. الفاء مرققة، اللام مرققة، اللام مفتوحة، قبل اسم الجلال الله تفخم اللام من اسم الجلال الله، لكن لا أفخم الفاء ولا أفخم اللام ولا أفخم الواو. وا وفا، لا وفا وفا وفا. شوف راح أعطي أنا الضاد رخاوة واستطالة ساكنة من الضاد المشددة وهي مفخمة مرتبة ثانية. وفضل لا لا الله لا لا الله، ما تقول لا الله، لا تفخمها. إذن وفضل الله، ولا تقول الله، دائما أركز على هذا الموضوع، لأن الكثير منكم يكور الشفاء عندما ينطق اسم الجلال الله لا مفخمة. المجاهدين القاعدين مرت معنا في هذه الصفحة، يعني في هذه الآية ما شاء الله، اللام قمرية، أتم الحركات، لام القمرية ليش تنجا بعدها حروف متحركة، ميم مضمومة في المجاهدين، القاف مفتوحة في القاعدين، وأتم الحركات فيها المجاهدين، وأبين البينية في اللامات. وعندك يا ألف ساكن قبلها جيم مفتوح ما الطبيعة حركتين، يا ساكن قبلها دال مكسور ما الطبيعة حركتين، في المجاهدين على، شوف على هذه حذفناها الألف من على التقاء الساكنين لأنه هي على، ما الطبيعي حركتين، لكن حذفناها الألف فراح يكون عندي لالة على اللام مفتوحة على لام ساكنة القاعدين اللي هي لام القمرية اللي هي من كلمة القاعدين، على القاعدين، والقاف مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف، تفخم الألف بعدها تبعا للقاف، والألف ساكنة بعدها، ما الطبيعة حركتين، واكسر العين، عي عيدين، هكذا لا تقول قاعدين، عي لا عي عيدين، يا أن ساكنة قبلها دال مكسور ما الطبيعة حركتين، ننتبه إليها. أج أج أج، هذه البعض يمسكها. حروف القلقلة قطب جد، إن سكنت في وسط الكلام قلقلة صغرى، وإن سكنت في آخر الكلام قلقلة كبرى، فلا بد أن تضرب المخرج وتهرب، هذا هو اضطراب في المخرج، ما تقف أجرى، هذا وقف، فإذا أنت رأسا أج 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 أج، أنا عم بعلمك على الطريقة حتى أنت رأسا تترك المخرج، لا تتشلب بالمخرج، لا تمسك المخرج، أج أجرى أج أجرى أجرى وليس أجرى، فانتبه. را مفخمة لأنها مفتوحة، تنوين جاء بعدها عين، تنوين وفتح عين، العين من حروف الإظهار اللي هي ستة، أخي هاك علما حازه غير خاسر أول حرف من كل كلمة من هذا البيت، والتي هي الهمزة والهاء أقصى الحلق، العين والحاء وسط الحلق، الغين والخاء أدنى الحلق، فتكون النون مظهرة لازم أنت تسمعها، ما تقطع صوت النون المظهرة. أجرا عظيما، خطأ، أجرا أجرا عظيما، العين مرققة، ضاء مفخمة مرتبة أخيرة خامسة، الياء مرققة، فما تقول لي عظيما، خطأ، عظي، شوف ضي ضيما، عظيما عظيمة، بهذه الطريقة أحبتي في الله. نقف بمد العوض حركتين لأنه عندي تنوين فتح، وإذا استمريت راح يكون عندي تنوين فتح جاء بعدها دال، وهنا إخفاء عظيما. إلى وين أروح؟ أروح إلى مخرج الدال، حيز الدال، ما أقول عظيما درجات، هذا إظهار لأنه أنت رحت إلى مخرج النون اللساني، فلا بد أن تنتبه، عظيما درجات، بهذه الطريقة، درجات منه ومغفرة ورحمة. قيل تفيد هنا الوقفة أولى مع جواز الوصل هنا، درجات، شوف الراء هي المفخمة لأن مفتوحة، أما الدال والجيم مرققة، فما تجي أنت تقول ضا ضا، لا يوجد أصلا هذا الحرف في الحروف العربية، ضا هي دا دا، درا درجات، ألف ساكن قبلها جيم مفتوح ما الطبيعة حركتين، تين، اكسر جيدا لا تختلس، الكسرة تنوين كسر جاء بعدها ميم منه راح يكون عندي إدغام بغنة، قبل أن تدخل في الغنة أتم الكسرة، ما تقول لي درجات درجات درجات، هذا خطأ، هذا اختلاس، إذن ما هو الصح، درجاتي درجات تيم منه، و
والنون مع الها في كلمة منه، اكسر الميم طبعا، اظهر منه، شوف لازم تسمعها ما تقطعها، منه و منه هو نضم الشفاه، وما ومغفرة، شوف ميم مرققة فاء مرققة، غين مفخمة، الغين من حروف الاستعلاء، ساكنة مفخمة مرتبة رابعة، الراء مفخمة لأنها مفتوحة، فما ممكن أن تقول أنت ومغفرة مغفي هكذا، أنت فخمت الميم فخمت الفاء، في ما في ما وما ومغ في فيرات ما عفوا تن ومغفرات بهذه الطريقة، ومغ والغين يجري فيها الصوت لا يجري فيها النفس حتى لا تصير عندك نخاء، ومغفرات تنوين فتح جاء بعدها واو ورحمة، إدغام بغنة أضم الشفاء، ومغفرات شوف ومغفرة ورحمة، ومش و لأنها الراء مفخمة فأنت تفخم الواو المرققة لمجاورتها للراء، و لا و ورا ورحمة، اقرأ الراء لازم تقرأ الراء، الراء العربية الفصيحة تقرع فلازم تقرأها، الحاء ساكنة، البعض يطلع لي هواء فيها ويضربها بحيث أنه يطلع عندي شحطة بالحاء، ورح ورحمة، إما أنت شوهت حتى الرحمة، يعني الرحمة رحمة رحمة، يعني أنت شلون تطلعها رقيقة لطيفة، رحمة مليانة رحمة، فتقول ورحمة لا ورحمة حاحيح أح ورح ورحمة، واقف بها لأن تاء مربوطة ويجري فيها الصوت والنفس وباهتزاز، أما إذا استمرينا تنوين فتح للتاء المربوطة جاء بعدها واو وكان فيكون عندي إدغام بغنة، ورحمة وكان وكان الله غفورا رحيما، وكان ما وكان ليش تنبرها؟ ما أنت ما موضع النبر، مواضع النبر حكينا بها أكثر من 100 مرة، ما هذا موضع للنبر، وكان لا وكان الله هكذا بهذه الطريقة، ألف ساكن قبلها كاف مفتوح ما الطبيعة حركتين، نون مفتوحة وكان جاء بعدها اسم اسم الجلال الله تفخم اللام، ولكن لا أفخم منه وكان الله خطأ، وكان الله لا أكبر الشفاه الله خطأ، وكان الله بهذه الطريقة هو نضم الشفاه مرققة الها من اسم الجلال الله، غفورة الغين مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة، والفاء مرققة والواو مرققة ساكنة قبلها مضموم مدا طبيعي، والراء حركتين مد الطبيعي، والراء مفخمة لين تنوين فتح، وألف تفخم تبعا للراء، وتنوين جاء بعده راء رحيمة، إذن إدغام بغير غنة، حروف الإدغام بغير غنة في أحكام النون الساكنة والتنوين اثنين، لام راء وناكل النون هي غفورا، هذه راح تروح غفورر غفورر رحيمة، غ غ لا تقول غ ولا تقول خ، لا تجعلها كأنه خاء، غفور الرحيم، ولا تجعل الراء تتكرر مع غفور الرحيم، انتبه واخفي تكرير إذا تشدد لأنه أنت راح يصير عندك راء رحيمة مشددة، ليش؟ شوفوا الشدة كيف مرسومة عليها، لأنه هنالك حكم تنوين مع الراء ولأنه راء فصارت راء مشددة، فننتبه غفور الرحيم، كسرة الحاء ياء ساكنة بعدها ما الطبيعي حركتين نقف في مد العوض حركتين لأنه تنوين فتح، إذا استمريت تنوينه فتح رحيما جاء بعدها همزة إن، فإذا إظهار رحيما إن رحيما إن هكذا أنا أظهرت النون، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، جيم جواز الوقف هنا، إن
دائما ما أقول لكم أنه هذه الهمزة المكسورة يجي بعدها غنة، يعني نون مشددة الغنة أكمل ما تكون، أو ممكن أن يجور أن يأتي عفوا أن يأتي نون ساكنة بعدها مثلا كاف، إن كان نون أو يعني إخفاء، فممكن أنه يحدث عندي أنا أختلس كسرة الهمزة، أقول إن أنت أرجع إلى حالة الحرف لوحده راح تشوف أنه آ إي أو، شوف بهذه الطريقة، فأنت اختلست تقول إن أو البعض يمط ويجعله يا إن، وهذا أيضا خطأ، لا تتجاوزوا على الحروف ولا على الحركات، أعطي كل حرف حقه مستحقه، إي إن بهذه الطريقة النون مشددة غنى أكمل ما تكون، الذين اللام هنا اسمية مدغمة مرققة مشددة ما أطيل جريان الصوت فيها، وهذا أتكلم فيه كثيرا في هذه الحلقات، تقول الذين وهذا خطأ، إذن بس الذين ولا تقول الذين تنبرها الذال، ليش؟ هكذا يفعل كثير منكم لما يقرأ كلمة الذين، إن الذين توفاهم هكذا، يا ساكنة بعدها ما الطبيعة حركتين توا، شوف توا توفاهم، فالفاء مخرجه ضعيف يحتاج إلى جريان للصوت والنفس، يعني همس ورخاوة حتى أسمع، خاصة الفاء الساكنة من المشدد، توفاهم مش توفاهم الملائكة، هكذا أنت أملت الألفات قللت، لازم أنت ما تبتسم بالشفاء ولا تسحب اللسان للخلف ولا تجعل اللسان منبسطا، توفاهم هكذا بهذه الطريقة، هم نضم الشفاء في الهاء والمين، ألف ساكن قبلها فاء مفتوح، راح يكون عندي ما الطبيعة حركتين، الملائكة هذه اللام قمرية، ليش؟ لأن جاء بعدها حرف متحرك فقط، الميم مفتوحة والميم من الأحرف القمرية، أبغي حجك وخف عقيمه، ولما تكون اللام قمرية يجب أن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة، الملائكة اجتمع حرف المد الألف والهمزة في كلمة واحدة، إذا مد واجب متصل يمد 4 أو 5 حركات، واكسر الهمزة ولا تتكئ، الملائكة هكذا اتكأت وصار تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، فانتبه، الملائكة ظالمي، شوف ظالمي وليس ظو، طيب هي الظا مفتوحة، أنت تكور لي الشفاء ليش؟ انظر إلى المرآة وانظر كيف تقراها، ظالمي مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها ألف، الألف بعدها تفخم تبعا للظا، والألف بعدها ساكنة ما الطبيعة حركتين، اكسر اللام والميم وعندك حرف المد في كلمة ظالمي والهمزة في كلمة أنفسهم، إذن المد هنا أصبح جائزا منفصلا، يمد حركتين من طريق الطيبة وأربعة خمسة من طريق الشاطبية، ظالمي أنف نون فاء إخفاء رأسا ثنايا العليا باطن الشفة، أنف ولا أطبق الشفاه ولا أخنقها الغنة حتى لا تصير ميم، فرجة بين الشفتين، أنفسهم واكسر السين والها ميم مظهرة وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، أنفسهم قالوا، شوف هنا أن مرتين قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إذن القاف هنا مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف، تفخم الألف تبعا للقاف، الألف ساكنة قبلها قاف مفتوح ما الطبيعة حركتين، اللام مرققة ق، ولا تقول قو لا ق، قالوا في، البعض يقرأ فيما كنتم، طيب ما أنت عندك ياء ساكنة قبلها فاء مكسور، هذه راح يكون ما الطبيعي، فيما ولا، والبعض يقرأها فيما كنتم، جعل هنالك ألف بعد الميم المفتوحة وأعطاها مدا طبيعيا، هذه ميما مفتوحة فقط، ولكنه أنا قبلها ياء ساكنة قبلها فاء مكسورة ما الطبيعي حركتين، فيما ماكو حتى لا تقول فيما كنتم، خطأ،
فيما كنتم، جبت المد الطبيعي، ثم بعد ذلك ميما مفتوحة، فيما كنتم، فيما كنتم، لا تقول فيما كنتم، زين كنتم. نون ساكنة صارت بين الكاف المضمومة والتاء المضمومة، فأنا ممكن أنه أنا أسوي كنتم، يعني نقل يعني نقلت الضم إلى وين؟ إلى النون الساكنة، وحتى صارت الغنة عندي مشوبة بضم. خطأ، أنت عندك نون تاء، كنت، كنتم، كأنه عندك أنت مقطعين، كنتم، كنتم، تم. فتدرب بهذه الطريقة حتى تصفيها، لا أقول كنتم، البعض يمطها كأنه صارت كنتم، واو، وهذا خطأ أيضا. كنتم بهذه الطريقة، والميم مظهرة بعدها قاف، كنتم قالوا، احنا حكينا بكلمة قالوا قبلها، القاف مفتوحة بعدها ألف مفخمة مرتبة أولى، تفخم الألف تبعا للقاف، الألف تمد مدا طبيعيا حركتين لأنها ساكنة، قبلها قاف مفتوح، اللام مرققة، وراح يكون قالوا، شوف راح يكون عندي مد طبيعي حركتين، قالوا كن كو كو كنا، الكاف مضمومة نظمها، ما أقول كوكو كاكيكو كنا، النون مشدد غنك من ما تكون، وبعدها ألف لازم أجيب المد الطبيعي حركتين، ما أقول كنمس كنمس، هكذا أنت حذفت الألف وصارت كأنه نون مشددة فقط، فلازم كنمس، هكذا تجيب الألف مد طبيعي حركتين، ما كأنه تجعلها نون مشددة مفتوحة، كنمو خطأ، كنا مس، هكذا بهذه الطريقة. مستضعفين، الميم مضمومة السين ساكنة، فتقول مس مس، نطقت السين ولا زالت الشفاء مضمومة تأثرا بضمة الميم، وهذا خطأ، لازم تخلص السين من أن تضم. مست مستم، شوف الضاد الساكنة مفخمة مرتبة رابعة، أعطيها رخاء واستطالة، الاستطالة صفة خاصة بالضاد، والضاد تكون باتكاء إحدى الحافتين، حافتي اللسان، هذه الحواف هنا حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا، هذا هو الاتكاء الحقيقي بنطق حرف الضاد، ولا أقول لا أسوي مستم، هكذا البعض يفعل هذه الحركات، ما عندي أنا حروف خدية ولا حروف شف، يعني بهذه الطريقة أعمل حركات بوجهي وسوي هاي الكآبة مع مستضعفين، لاحظتم الآن؟ يعني هي أصلا مخرجها هنالك، فلماذا أسوي هذه الحركة؟ فانتبهوا، كثير من عندكم يعني يعمل هذه الحركة ومن غير ما يحس، وشوفوا نفسكم بالمراية. إذن مستضعفين، والبعض يقرأ مستضعفين، هذا خطأ، والبعض يقلقل الضاد الساكنة وهي ليست من حروف القلقلة قد وجد، مستضع مستضعفين، وهذا أيضا من الأخطاء الشائعة، فانتبهوا. إذن مستضعفين بهذه الطريقة، واكسر الفاء جيدا، بعدها ياء ساكنة مد طبيعي حركتين، في هذه تحقق فيها المد الطبيعي، لكنه سأحذف الياء منع الالتقاء الساكنين، فكأنه صارت فاء مكسورة فقط في رأس إلى اللام، لأنه راح يكون عندي همزة وصل، واللام في كلمة الأرض قمرية، لأن جاء بعدها همزة متحركة، ابغي حجك، شوف إيه، ابغي حجك وأخف عقيمه، ولا أفخم الهمزة، أقول في الأو، لأنها جاورت الراء المفخم، ليش الراء مفخم في كلمة الأرض؟ لأنها ساكنة قبلها مفتوح، فلازم أخلص المفخم من المرقب، وسأقف على ضاد ساكنة فيها جريان للصوت رخاوة واستطالة، وتكون مفخمة مرتبة رابعة، إذا في الاستمرارية راح تكون مفخمة مرتبة خامسة مكسورة، في الأ، في الأ، أ، الأر، الأر، حتى أبين لك أنا التخليص، الهمزة لا تفخمها، الأرم، هكذا بهذه الطريقة، وأعطيت الرخاوة للضاد. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، جيم جواز الوقف هنا،
قالوا القاف أيضا مرت معنا قبلها مرتين، اللي هي مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها ألف، الألف تفخم تبعا للقاف، الألف تمد مدا طبيعيا حركتين لأنها ساكنة قبلها قاف مفتوح، ثم بعد ذلك حرف المد الواو جاء بعدها همزة ألم، إذا مد جائز منفصل يمد حركتين من طريق الطيبة، أربعة خمسة من طريق الشاطبية. قالوا ألم، لاحظتم؟ ألم ميم مظهرة، ألم تكن ونون مظهرة جاء بعدها همزة أرض، أرض هذه كلها لازم تجيب الإظهار. أحبتي الميم في مخرجين شفوي وخيشومي، النون مخرجين لساني وخيشومي، فأنت لازم تعطيها مجال ما تقطع، تقطع صوتها. ألم تكن شوف ألم تكن أرض بهذه الطريقة. كلمة تكن الكاف مضمومة نضم الشفافية تكو تكن أرض، والهمزة في كلمة أرض كما مرت معنا مرققة تفخم الراء لأنها ساكنة قبلها مفتوح، فأنت ممكن تقول أرض أ، لا يوجد لدي أ، يوجد لدي أ أرض ضو، الضاد مضمومة نضم الشفافية والضاد مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة، فننتبه في التفخيم. و ما رح يكون عندي مشكلة لأنه أنا ضاد مضمومة جاء بعدها اسم الجلال الله تفخم اللام، يعني أرض الله، أرض الله، لا تقول أرض الله، أرض الله، شوف نطقت اللام ولا زالت شفاه مضمومة بتأثر بضمة الضاد، أرض الله تخلص، الله، ولا تقول الله، لا الله واسعة وألف ساكن، ما تقول واسعة فتهاجر، هكذا أنت أملت الألفات، ابتسمت بالشفاء وجعلت اللسان منبسطا وسحبت اللسان للخلف، هذا خطأ. واسعة كسرة السين تنوين فتح جاء بعدها فاء، إذن عندي نون ساكنة أو تنوين فاء إخفاء، يعني أذهب بباطن الشفة إلى الثنايا العليا، واسعة فتهاجر، ما أطبق الشفاه لا أخنق الغنة، واسعة تنف، واسعة تنف، واسعة فتهاجر فيها، فتها ألف ساكن قبلها مفتوح، ما الطبيعة حركتين كسرة الجيم، والراء مفخمة لأنها مضمومة، وعندك واو ساكنة قبلها راء مضمومة، ما الطبيعة حركتين فيها، ياء ساكنة قبلها فاء مكسور، ما الطبيعة حركتين ألف ساكنة قبلها مفتوح، ما الطبيعة حركتين، فنقف بمد الطبيعي، فتهاجر فيها بهذه الطريقة، ما أقول فيها، لا فيها، فأولئك مأواهم جهنم، صلة تفيد أن الوصل أولى مع جواز الوقف هنا، فأولئك شوف هذه الواو، هذه الواو فوق صفر المستدير في كلمة فأولئك تكتب ولا تلفظ، يعني كأنه عندي همزة مضمومة جاء بعدها لام، فأولى فأولى ما تقرأ فأولئك خطأ، فانتبه، فأولئك اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة فأولئك، إذن كلمة واحدة، إذن مد واجب متصل أربعة أو خمس حركات، فانتبهوا ولا تتكئ على الهمزة، فأولئك لا، فأولئك مأواهم، مأواهم شوف الهمزة هذه مأواهم، حتى لا تقول مأواهم، فلازم نقفل الأوتار الصوتية جيدا من غير قلقلة أو همزات متكررة، مأواهم خطأ، مأواهم، 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 ألف ساكن قبلها واو مفتوح في كلمة مأواهم، راح يكون عندي ما الطبيعة حركتين هم وليس مأواهم، تفخمها لا تكبر قطر التكوير، هو هو لا، ها هي هو هم ميم مظهرة، مأواهم جهنم ميم مظهرة سمعناها، جهنم نعوذ بالله من نار جهنم يا رب العالمين، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة،
نون مشدد الغنكمل ما تكون، وميم المظهرة ساكنة. جهنم هكذا بهذه الطريقة. طبعا بالوصل تكون ميم مضمومة، جهنم وساءت مصيرا. وساءت، شوف اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، مد واجب متصل 4 أو 5 حركات، تاء مهموسة في الوقف والوصل. وساءت وساءت، لأنه أنت إذا ما سويت بهذه الطريقة راح تقلقلها، وساءت مصيرا، أو تبالغ في الهمس، وساءت مصيرا، وكأنه طلع حرف السين بالأخير منها، وهذه مبالغة مرفوضة. باللطف في النطق بلا تعسف، اسمع، وساءت مصيرا، وساءت مصيرا. شوف الميم من كلمة مصيرة، مرققة، الصاد مفخمة، مرتبة أخيرة، خامسة مكسورة. فالبعض يقرأها ما مصيرة خطأ، ما ما ميم ما مصي مصيرة، ولو فخم الياء، والراء مفخمة لأنها مفتوحة، تنوين فتح نقف بمد العوض حركتين، مصيرة. ولكن إذا استمريت عندك نفس تريد تستمر، مصيرا إلا، ليش جاء بعد الهمزة؟ يعني إظهار، يعني نسمع صوت النون المظهرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هنا إلا، دائما احرص على الهمزة، لا تختلس كسرتها، إي إلا هكذا، ولا تطل جريان الصوت في اللام المشددة. اللام أحبتي في الله من أحرف التوسط للعمر، ليست من أحرف الرخاوة أنت تطيل جريان الصوت فيها، فانتبهوا. إلا شوف هي إلا، لكن راح هذه الألف تحذف منع الالتقاء الساكنين، فصارت كأنه لام مشددة. إلا ولا تطيل جريان الصوت في اللامات، لأن صار عندك لامات متتابعة، اللام المستضعفين قمرية، ولام الولدان قمرية. شوف كيف أنه جاء بعدها بس حروف متحركة، ميم مضمومة وواو مكسورة، لكنه شوف لي لام الرجال ولام النساء شمسية، لأن جاء بعدها حرف مشدد. بكل بساطة وسهولة، إذا لم تكن تحفظ ابغي حجك وخف عقيمه. ولما تكون اللام قمرية لازم أنت تعطيها جريان للصوت فترة زمنية بسيطة. هذه كلمة المستضعفين مرت معنا في الآية التي قبلها، قالوا كنا مستضعفين. المستضعفين يعني أولا لا تسحب ضمة الميم إلى السين، تنطق السين ولا زالت الشفاه مضمومة، فلا بد أن تخلصها. والسين يجري فيها صوت والنفس وحرف الصفير، المستتا وليس المستا، لأن جورة الضاد المفخم مرتبة رابعة لأنها ساكنة، والضاد رخاوة واستطالة، حتى لا تقول المستو، هذه صارت ضاء وليست ضاد. أم المستضعفين بهذه الطريقة، وأكسر الفاء جيدا، ياء مكسور، ياء ساكنة من طبيعة حركتين، من كسرة الميم، مي منر من النون إلى الراء، لأنه الهمزة وصل واللام شمسية كما ذكرت، بأنه جاء بعد حرف مشدد، والراء مشددة بكسر فتكون مرققة، الراء الساكنة والراء الثانية المكسورة، لأن الراء الساكنة تتبع حكم الذي أدغمت فيه فكانت مكسورة فترقق الرائين. الرجال فانتبهوا بارك الله فيكم، ألف ساكن قبلها، جيم مفتوح ما الطبيعي حركتين، والنساء نون مشدد الغنكمل ما تكون، وني كسر النون الثانية واجتمع حرف المد والهمزة في كلمة النساء، مد واجب متصل يمد 4 أو 5 حركات، والنساء وتقول والنساء والولدان لا، فانتبهوا، ولا يهتدون سبيلا، هكذا إمالات في الألف، لا تبتسم في الشفاء ولا تجعل اللسان منبسطا ولا تسحب اللسان إلى الخلف،
إذن والنساء والولدان، والوي كسرة الواو واللام قمرية يجري فيها صوت وفترة زمنية بسيطة، واللام بعدها شوف عندك لامين والول، شوف نفس المدة نفس الزمن. ألف ساكن قبلها دال مفتوح من الطبيعة حركتين، لا ألف ساكن قبلها لام مفتوح من الطبيعة حركتين. يست يست، البعض يقول يسطى، يجعل السين صادا والتاء طاء، يسطى يستطيعون، هذا خطأ، انتبه، فكك الكلمة ثم ركبها حتى أن تتخلص المرقق من المفخم. والسين ساكنة يجري فيها الصوت والنفس من أحرف الصفير. يست يست يستطيعون، الطاء مفخمة مرتبة أخيرة خامسة، حتى أنت لا تقول يستطيعون، يسط خطأ، يست يستطيعون، يستطيعون، يستطيعون. ياء ساكنة قبلها طاء مكسورة ما الطبيعي حركتين، واو ساكنة قبلها عين مضموم ما الطبيعي حركتين، حيلة كسرة الحاء، ياء ساكنة بعدها ما الطبيعي حركتين، تنوين فتح جاء بعدها واو ولا يهتدون إدغام بغنة، حيلة ولا ولا، ألف ساكن طبعا لا تجعله واو صافية، حيلة ما في غنة، لا حيلة غنة لازم تجيب معاها، ولا ألف ساكن قبلها لا مفتوح من الطبيعة حركتين. يا تشوف الهاء تتجلى الصفات في الحروف الساكنة، الهاء فيها هزة اهتزاز الأوتار الصوتية في منطقة أقصى الحلق ويجري فيها الصوت والنفس. ولا يهتدون سبيلا، فننتبه الهاء لازم تجيب لي الهزة وتكون واضحة وين بالساكن، واو ساكنة قبلها دال مضموم ما الطبيعة حركتين، سبي أياء ساكنة قبلها باء مكسور ما الطبيعة حركتين، نقى في مد العوض حركتين لتنوين فتح. إذا استمرينا التنوين فتح جاء بعدها فاء، فأولئك إخفاء بغنة الثنايا العليا باطن الشفة السفلى، سبيلا فأولئك، عرفتم؟ سبيلا، لا تطبق الشفاه بل تكون هنالك فرجة حتى لا تخنق الغنة، ولا كأنه تتحول إلى مين. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، جيم جواز الوقف هنا، فأولئك أنت عندك الواو هذه فوق الصفر المستدير تكتب ولا تلفظ، إذن همزة مضمومة لام، فأولى فأولى وليس فأولئك، فانتبه عندك اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة فأولئك مد واجب متصل، أربع أو خمس حركات، فأولئك ولا تتكئ على الهمزة المكسورة، فأولئك هكذا خطأ، فننتبه فأولئك عسى، شوف البعض يعملها عصى لأنه عندك أنت سين مفتوح قبل اسم الجلال الله تفخم اللام من اسم الجلال الله فتقول عصى الله وهذا من العصيان، أسأل الله العفو والعافية، فلا بد أن ترققها عسى عسى الله عسى وليس عصى، فانتبهوا الله لا تكور الشفاء تقول الله، هذا أيضا من الأخطاء الشائعة، الصحيح الله نهاء مضمومة مرققة، أن يعفو نون ساكنة بعدها ياء يعفو، إذن إدغام بغنة ولا تجعلها يا صافية، النون الساكنة أو التنوين مع الياء لا تجعلوها يا صافية، أي عفو هذا خطأ، فانتبهوا لازم غنة، أي مش أي لا، أن يعفو عنهم، العين في كلمة يعفو ساكنة وهذه العين تحتاج منك إلى دربة، أن تنزل إلى وسط الحلق هذا المكان وأن تحس بانزعاج في المخرج وأنه كأنه عم تبلع شيء وأن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط للعمر، ليش؟ إذا ما طبقت هذه الأمور الرباعية فأنت ممكن تقلقلها تقول يعفو وهذا خطأ، أو يافو وهذه عايمة وهذا خطأ، فالعين العربية الفصيحة عميقة فتتدرب عليها يعفو يعفو في هذه الطريقة، وأتم الحركات بالنسبة للفاء والواو، عنهم النون مع الهاء راح تكون إظهار عنهم ولا تقول عنهم،
نسمع الصوت النون المظهرة ولا تكبر قطر التكوير حتى لا يصير عندك هم. فننتبه عنهم واقف على ميم مظهرة في الوقف والوصل، وخاصة في الوصل جاء بعدها واو وكان. عنهم وكان بهذه الطريقة. وكان الله عفوا غفورا. وكان ألف ساكن قبلها كاف مفتوح، ما الطبيعة حركتين، نون مفتوح قبل اسم الجلال الله، تفخم اللام من اسم الجلال الله، لا أفخم النون. كان لا كان الله، ولا أقول الله، ركزوا لي على عدم تكبير الشفاء لما أنطق أنا اسم الجلال الله باللام المفخمة. عفو عفوا، شوف الواو المشددة الآن راح تكون عندي نبور. عفوا أحد مواضع النبر في القرآن الواو والياء المشددتين. تنوين فتح جاء بعدها غين غفورة، راح يكون عندي إظهار الغين، أحد حروف الإظهار الستة، الهمزة والها والعين والحاء والغين والخاء، يعني إظهار النون. عفوا غفورا غ، الغين مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة، والفاء مرققة. غ غفو غفورا، واو ساكنة بعدها ما الطبيعة حركتين، الراء مفخمة لأنها مفتوحة، تنوين فتح نقف في مد العوض حركتين. إذا استمرينا غفورا ومن جاء بعدها واو ومن إدغام بغنة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. جيم جواز الوقف هنا. ومن يهاجر نون ساكنة جاء بعدها يا، لا تجعلوها يا صافية. ومن يهاجر هذا خطأ، إذن لازم أجيب غنة. ومن هكذا، ومن يهاجر هكذا لازم تنطقها بغنة. ألف ساكن قبلها ها مفتوح ما الطبيعة حركتين، الجيم مكسورة. جي جر لازم تكسرها، ما تقول يهاجر جر، لا جر هكذا لا تختلسها. الراء ساكنة قبلها مكسور مرققة، يهاجر جر جر في سبيلي. ألف عفوا ياء ساكنة قبلها فاء مكسور ما الطبيعة حركتين، ياء ساكنة قبلها باء مكسور في كلمة سبيلي ما الطبيعة حركتين، لام مكسورة جاء بعدها اسم الجلال الله ترقق اللام في سبيل الله بهذه الطريقة. ما تقول في سبيل الله، تبتسم في الشفاء وتسحب اللسان إلى الخلف بحيث أنه تطلع عندي الألف ممالة، خطأ. في سبيل الله يجي يجي هكذا، يقول يجد يجد خطأ، لازم أنت ما تختلس كسرة الجيم والدال مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام، لأن لن أقف عليها، راح أربطها أنا في كلمة في، يجد في، ولا تمسكها يجد في، خطأ. القلقلة أن تضرب المخرج وتهرب، اضطراب في المخرج، يجي يجد في، واكسر الجيم والدال لا تمسكها في، هذه ما الطبيعي، لكنه أنا سأحذف الياء منعا لالتقاء الساكنين، فصارت فاء مكسورة في الرأس إلى لام الأرض، لأنه لام الأرض قمرية. ليش؟ لأن جاء بعدها حرف متحرك الهمزة المتحركة. فننتبه في الأ في الأ، ابغي حجك وخف عقيمه، ولا تفخم الهمزة لمجاورتها للراء المفخم. ليش الراء مفخم؟ لأن ساكنة قبلها مفتوح. الأ الأر، البعض يقول الأو الأرض، وهذا خطأ، والضاد مفخمة مرتبة أخيرة خامسة. في الأرض مراغمة، شفتم الضاد باتكاء إحدى الحافتين من اللسان مع ما يحاذي من الأضراس العليا، ومفخمة مرتبة أخيرة مراغمة. الميم مرققة، الراء مفخمة لأنها مفتوحة، وتفخم الألف بعدها تبعا للراء، والغين مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة. فننتبه مرا، ولا تقول مرو مرو، لأنه أنا تشجعني الميم المضمومة قبلها فأضم الشفاء في الراء، وهذا من الأخطاء الشائعة. فننتبه مراغما غ غ، مراغما تنوين فتح جاء بعدها كاف، أروح إلى مخرج الكاف منك
منك منك مراغ منك كثيرا وسع كثي كسرة الثاء يا بعدها ساكنة ما الطبيعة حركتين را مفخمة تنوين فتح جاء بعدها واو مفخمة لأنها مفتوحة الراء وتنوين فتح جاء بعدها واو وسع إدغام بغنة كثيرا اقرأ الراء جيدا كثيرا وسع ما تقول وسيعة لا وسع وأقف على هاء وسع ليش لأن تاء مربوطة نقف عليها بها باهتزاز الأوتار الصوتية يجري فيها الصوت والنفس وإذا استمرينا التنوين فتح جاء بعدها واو ومن يخرج وسعة ومن هكذا إدغام بغنة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله هكذا قيل نقف على اسم الجلال الله تفيد أن الوقف أولى مع جواز الوصل هنا ومن يخرج نون يا نون ساكنة يا إذا إدغام بغنة ما تجعلها يا صافية تقول ومن يخرج خطأ ومن يخرج هكذا غنى بالخيشوم فانتبهوا الياء مرققة الخاء مفخمة والخاء ساكنة يجري فيها صوت والنفس مفخمة مرتبة رابعة ولا تقول يخ هكذا شخير في الخاء وتكون في الخاء الساكنة واضحة يخرج هكذا بهذه الطريقة الراء مفخمة لأنها مضمومة نضم الشفاه فيها الجيم ساكنة مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام أنا ما راح أقف عليها أنا راح أربطها بكلمة من بيته يخرج من شوف ما أقول يخرج من هكذا أنت وقفت على المخرج ومسكت المخرج وهذا ليس قلقلة هذه ليست قلقلة الله تعالى يرضى عنكم لازم تضرب المخرج بسرعة يخرج من مثل ما قلنا أجرا هكذا من بيته كسرة الميم نون باء اقلب ميم من غير كز تقلب إلى ميم لاحظوا كيف أنه الميم مرسومة على النون من بيته يا أولين في كلمة بيته ساكنة قبلها مفتوح ما تقول من بيته هكذا أنت نبرتها وهذا خطأ عندك مد صلة صغرى حركتين بيته مهاجرا لاحظتم لازم أكسرها وأجيب المد الصلة الصغرى مها ألف ساكن قبلها ها مفتوح ما الطبيعة حركتين كسرة الجيم مهاجرا كسرة الجيم لازم أجيبها جي مثل ما قلنا يجد يهاجر مهاجرا الراء مفخم لأنها مفتوحة تنوين فتح جاء بعدها همزة إلى إظهار أسمع النون المظهرة مهاجرا إلى لازم تسمع النون المظهرة إلى الله إلى هذه ما الطبيعي لكن راح أحذف الألف منع الالتقاء الساكنين فصارت لام مفتوحة بعدها اسم الجلال الله تفخم اللام من اسم الجلال الله إلى شوف إلى إلى الله وليس إلى الله وليس إلى إلى لا تفخم اللام من إلى إلى الله ورسوله لاحظتم ورسوله البعض يفخم السين لمجاورتها للراء المفخم مفتوح ويقول ورسوله خطأ ساسيسو ورسو ورسوله والواو ساكنة قبلها سين مضموم الطبيعة حركتين راح يكون عندي مد الصلة صغرى حركتين ورسوله ثم ثو البعض يقول ثو ثو لا ثو ثاثي ثو ثم والبعض يقول ثم لماذا تفخمها الثاء وتفخم الميم والميم المشددة غنة كما ما تكون فننتبه ثم يدركه الموت شوف يود الدال مقلقلة في كلمة يدركه ساكنة في وسط الكلام قلقلة صغرى والكاف مهموسة فالبعض يقلقلها يدركه الكاف فانتبهوا يدرك
يدركه الموت بهذه الطريقة صفيناها، لا تقلقل يدركه أو يدركه، تبالغ في الهمس، لا تبالغ في الهمس ولا تقلقلها، والدال مقلقلة قلقلة صغرى، لا تمسك الدال. يدركه خطأ، يدري، الراء مرققة لأنها مكسورة. يدركه الموت، يدركه الموت، الموت والواو اللام قمرية لأنها جاء بعدها حرف ميم متحرك، والميم من أحرف القمرية، ولما تكون اللام قمرية يجب أن يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط للعمر. الواو واو لين في كلمة الموت ساكنة قبلها مفتوح، الموت، والبعض يقول الموت مو، لا الم، الموت، الموت، ولا تقول الموت هكذا نبرتها وأنت سويت الواو مشددة وهذا خطأ. فق فق، الفاء مرققة، القاف مفخمة، مرتبة ثانية مفتوحة، الدال مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام لأنها مربوطة في كلمة وقع أجره، فانتبه. فقد، و ما تقول فقد وقع، أنت لا تقف على المخرج أبد، تضرب المخرج وتهرب. فقد 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 وقع، و قع، ما تقول فقد وقع، تفخم الفاء والواو والعين لمجاورتها للقاف المفخم في الكلمتين مرتبة ثانية مفتوح. فق، ولا تكور الشفاء، تقول فقد وقع خطأ. فق فقد وقع وقع، خلص المرقق من المفخم. أجره، ما شاء الله عندنا كثير من حروف القلقلة هنا، الجيم مقلقلة قلقلة صغرى في كلمة أج أج أجره، لا تقول أجره، لا تطل الوقوف على المخرج، راح تروح منك القلقلة، ما قلقلة هذه، رأسا تضرب المخرج السريع. أج أجره، الراء مفخمة لأنها مضمومة، والهاء هنا راح يكون عندي مادة صلة صغرى حركتين مع ضم الشفاه. أجره على الله، على مرت معنا أنه اللام مفتوحة هذه بعدها اسم الجلال الله، طبعا تحذف الألف من على التقاء الساكنين فصارت على، على مثل إلى الله، على الله، على الله، وليس الله، فانتبهوا على الله. هكذا أقف بالمد العارض للسكون، أربعة أو ست حركات يعني حسب التحقيق أو مرتبة القراءة اللي أنت عم تقرأ فيها، احنا تحقيق ست حركات. على الله، وها لازم يجري فيها الصوت والنفس واهتزاز الأوتار الصوتية، قيل تفيدنا الوقف أو لا. وكان الله غفورا رحيما، وكان ألف ساكن قبلها كاف مفتوح، ما الطبيعة حركتين، نون مفتوح قبل اسم الجلال الله، تفخم اللام من اسم الجلال الله، لا نفخم النون. وكان ما الله خطأ، وكان ن، وكان الله، الله، وليس الله، لا تكور الشفاء. غفورا، الغين مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة، الفاء مرققة مضمومة نضم الشفاء فيها، بعدها واو ساكنة من الطبيعي حركتين، الراء مفتوحة تنوين فتح مفخم الراء مع راء رحيمة إدغام بغير غنة. غفورا رحيمة، غفورا رحيمة، شوف كيف صارت الشدة على راء رحيمة لأنه فيها إدغام بغير غنة من غير تكرار، تكرير يعني تكرير، غفورا رحيمة، وأخفي تكريرا إذا تشدد، فانتبهوا. غ لا تقول غو، غفورا، ولا تجعلها غفورا، غفورا، الغين يجري فيها الصوت لا يجري فيها النفس، يجب أن ننتبه لهذا الأمر. واقرأ الراء غفورا رحيما، ولا تكور الشفاه، هي راء وتقول أرو غفورا رحيما، هي أصلا غفورا تنوين فتح، والراء رحيما مفتوحة، فأنت تجي تكور الشفاه فانتبهوا. رحيما كسرة الحاء، يا ساكنة بعدها، ما الطبيعي حركتين، نقف في مد العوض حركتين لأنه تنوين فتح. إذا استمرينا رحيما، وإذا جاء بعدها واو، وإذا إدغام بغنة أضم الشفاه فيها. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إن خفتم أن يفتن
يفتنكم الذين كفروا. وإذا كسرت الهمزة لا تختلسها وإذا، لا وإي، وإذا ألف ساكن قبلها هذا المفتوح ما الطبيعي حركتين. شوف هذه مش ضربتم، هذه ضاء ضو ضو هالشكل تضربها، شوف ضو ضربتم، اتكاء من إحدى حافتي اللسان أو من الحافتين مع ما يحاذي من الأضراس العليا. فإذا ضربتم، ومفخمة الضاد مرتبة ثانية للمفتوحة، الراء مفخمة لأنها مفتوحة، والباء مقلقلة قلقلة صغرى، ضرب ضرب وليس ضربتم. لا تقف على المخرج، لا تمسك المخرج، اضرب المخرج واهرب. ضرب ضربتم تم وليس توم تم. ميم جاء بعدها فاء إظهار، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. ضربتم في، شوف في هذا ما الطبيعي، لكن راح نحذف الياء هذه من على التقاء الساكنين. في صارت من الفاء المكسورة إلى اللام، في اللام قمرية من كلمة الأرض. ليش؟ لأنه جاء بعدها همزة متحركة ليست مشددة، ولما تكون اللام قمرية يجري فيها صوت وفترة زمنية بسيطة، لأن من أحرف التوسط لين عمر. والهمزة مرققة لا تفخمها بسبب الراء، الراء مفخمة لأنها ساكنة قبلها مفتوح، تقول الأو لا الأ، الأر الأرض، والضاد مفخمة مرتبة أخيرة مكسورة من أحرف الاستعلاء. شوف كلمة فليس عليكم فيها يا آتولين، فلا تجي أنت تنبر ليها فليس عليكم، هذا خطأ. فليس عليكم جناح، مليونة وسلاسة ولطافة، ما تجي تصيح لي بيها يا آت ولينا، احرصوا عليها. فليس عليكم، كل كلمة تنتهي بالكاف والميم ما تفخمها. كوم يفتنكم، هذه ننتبه لكم، لا عليكم يفتنكم لكم، لا تكبر قطر التكوير. كاكيكو عليكم، ميم مظهرة، عليكم جناح، لاحظتم لازم أسمع صوت الميم المظهرة. جو جناح ألف ساكن قبلها نون مفتوح ما الطبيعي حركتين. حن تنوين ضم جاء بعدها همزة أن، يعني إظهار، يعني أسمع النون. جناح أن، وشوف شلون أخلصها، جناح أن، لا أقول جناح أن، لا أنطق النون وأنا شفتاي لا زالت متأثرة بضمة الحاء. جناح أن، نون ساكنة في أن جاء بعدها تاء تقصر، إذن إخفاء أذهب إلى مخرج التاء. أنت أنت، ما تقول أن، هذا إظهار، هذا ذهاب إلى مخرج النون اللساني، أنت ما تروحون إلى مخرج النون، تروحوا إلى مخرج التاء. أنت 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 قصور، التاء مرقق، القاف مفخمة مرتبة رابعة، ومقلقلة قلقلة الصغرى لأنها ساكنة، فننتبه. تاق تقصور، ما تقول التاق تقصور، تقلقل بقاف مرققة، هذا من الأخطاء الشائعة، ولا تفخم التاء تقصور، لا تاء تقصور. والصاد مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة، والراء مفخمة لأنها مضمومة. القاف والصاد من حروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء سبعة، خص ضغط قيظ، فانتبهوا. وعندك واو ساكنة قبلها راء مضمومة ما الطبيعي حركتين، واقرع الراء. تقصور من كسرة الميم، من الصا، شوف من الصا، من النون إلى الصا، لأن لدي همزة وصل واللام شمسية. ليش؟ شوف الصاد مشددة، فننتبه. من الصا، الصاد مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة، الصا وليس الصو، فانتبه. الصا، والصاد من حروف الصفير. الصلاة، الصلاة وليس الصلاة، طبعا هذه الصلاة في رواية ورشن انه تغلظ اللام، لكنه احنا عم نقرأ الآن برواية حفص. الصلاة فنرققها، ولا نقول الصلاة هكذا، حتى انا والله اريد اخلص المرقق من ان يفخم فابتسم بالشفاء واسحب اللسان للخلف، انتبه غلط، صوت غير صحيح. الصلاة هكذا، الصلاة ولا تكور الصو، خطأ. الصلاة إن كسرة الهمزة نون خاء إظهار، ليش؟ لأن الخاء من أحرف الإظهار الستة. أخي هك علما حازه غير خاسر، أول حرف من كل كلمة من هذا البيت،
إن خفتم، شوف لازم تظهر عندي النون، إن خفتم، خفتم الخاء مفخمة مرتبة أخيرة، خامسة لأنها مكسورة، الفاء ساكنة تتجلى الصفات في الحروف الساكنة، الفاء مخرجه ضعيف، كلمة خفتم ويفتنكم. لازم أنا أمرر هواء وجريان للصوت حتى أسمع صوت الفاء. خفتم، تم ميم مظهرة، خفتم وليس توم، تم أن نون مع الياء، أن يفتنكم، مش أي تجعلها يا صافية، دائما ركز لي النون الساكنة أو التنوين مع الياء لا تسووها يا صافية، لازم غنى أن يفتنكم. شوف الفاء أنه لازم أنا أجري فيها الصوت والنفس حتى أسمع الفاء لأن الفاء مخرجه ضعيف. تيناكم كسرة التاء، وكم الكاف والميم مرققة، كم الذين، الذين اللام اسمية مدغمة مرققة مشددة لا أطير جريان الصوت فيها حتى لا تصير رخوة لأنها من أحرف التوسط لين عمر. أن يفتنكم الذين كفروا بهذه الطريقة، ولا أنا أنبرها الذال، الذين كفروا خطأ، الذين كفروا، ويا ساكنة قبل هذا المكسور ما الطبيعي حركتين. كفى عندك كلمة كفى، كفى، كفى بالله، وكفى بالله، وكفى، شوف حتى أجيب هذه الكفى، كفروا، حتى لا أقول كفروا، كفروا، تفخم الكاف والفاء لمجاورتها للراء المفخم لأنها مفتوح مضمومة، أو ترقق الراء، كفروا خطأ، كفروا هكذا. ونقف بمد طبيعي حركتين اللي هو واو ساكنة قبلها راء مضمومة، وقرع الراء جيدا، لكن إذا استمريت راح يصير عندي مد جائز منفصل لأنه حرف المد الواو في كلمة كفروا جاء بعدها همزة إن، كفروا إن، هكذا صار عندي مد جائز منفصل يمد من الطيبة حركتين ومن الشاطبية 4 أو 5 حركات. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، إن همزة مكسورة بعدها نون فيها غنة ما تختلسها، إن، إن، آئي، إن، ولا تمطها، إن تجعلها ياء، إذن إي، إن، نون مشدد الغنة كما تكون، والكافرين اللام قمرية جاء بعدها حرف متحرك كاف فقط، ابغي حجك، شوف ك حجك وخف عقيمه، واللام قمرية يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لين عمر. إن الكافرين، مش الكافرين كانوا، هذه إمالات في الألف، لا تبتسم في الشفاء ولا تسحب اللسان إلى الخلف ولا تجعل اللسان منبسطا. الكافرين كانوا ألفات هكذا تسمعها وبعد بين الفكين، ألف ساكن قبلها كاف مفتوح ما الطبيعة حركتين، كسر الفاء والراء، والراء مرققة لأنها مكسورة، يا ساكنة قبلها راء مكسور ما الطبيعة حركتين. الكافرين كانوا، ألف ساكن قبلها كاف مفتوح ما الطبيعة حركتين، واو ساكن قبلها نون مضموم ما الطبيعة حركتين، كانوا، كانوا لك، لكم مش لكم، فانتبه ميم مظهرة، لك، لكم، لكم ميم مظهرة، عدوا واو مشددة تنوين طبعا راح يكون عندي فتح مشددة، إذا النبر الواو أحد مواضع النبر في القرآن الواو والياء المشددتين، مشددتين عدوا، 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 تنوين جاء بعدها ميم إدغام بغنة، عدوا مبينة، مبينة لا تختلص ضمة الميم من المبينة زين، وصارت كأنه ميم مشددة كيف رسمت الشدة على ميم، عدوا مبينة، وكسرت الباء وياء ساكنة بعدها ما الطبيعة حركتين، نقف في مد العوض حركتين لأنه عندي تنوين فتح، وانتهت الصفحة 94. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.